حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج سحور العراقيه. رمضان كريم وتقبل الطاعات. اليوم راح نعيش اجواء سحور العراقيه مع الابطال من قياده شرطه بغداد الكرخ، بالتحديد فوج طوارئ كرخ بغداد الرابع. راح نعيش وياهم اجواء سحور العراقيه وراح نرافقهم خطوه بخطوه. خليكم ويانا. ستة وثلاثون عام من العطاء والإنجاز والابتكار، قدمت خلالها 34 دورة مليئة بخبرات علمية متطورة من خلال كوادر متقدمة نقلت خبرات صنعت الحاضر. جامعة التراث المؤسسة الأهلية الرائدة في مستوى الجامعات العالمية. السلام عليكم. سيادة العقيد. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله. رمضان كريم عليكم وعلى جميع أبناء الشعب العراقي، ابتداء من السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، معالي السيد وزير الداخلية المحترم، جميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، بالأخص قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ، مديرية أفواج الطوارئ. نعم حياك الله. كل الهلا. أهلا وسهلا. حياكم الله. طاعات. جميع إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يرعاكم. حبينا نعيش أجواء رمضان ونسحر ويا الأبطال من منتسبي وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية وكذلك شرطة بغداد. حياكم حياك الله. أهلا وسهلا. الله تشرفونا. ننزل الميدان نشوف الأبطال. الميدان هم حاضر وأهلا وسهلا بكم. حياك الله. تفضل. الله حياكم الله مشاهدينا الكرام. مثل ما تحدثنا اليوم في سحور العراقية راح نكون مع القطاعات الماسكة في منطقة الدورة، بالتحديد شرطة بغداد الفوج الطوارئ الرابع الكرخ. حياك الله. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. احنا تحدثنا قلنا اليوم راح نعيش وياكم اجواء. اهلا وسهلا بكم. البرنامج مع كل مواطن عراقي. نعم طبعا. الله يحفظك. الله يحفظك. خلينا نسولف عن شهر رمضان. أكيد هناك خطة وضعتموها. طبعاً أكيد. حدث عن هذه الخطة. نعم. وعن العمل والخدمات اللي تقدمون لكل مواطن. نعم. حالياً إحنا ضمن قاطع المسؤولية ضمن منطقة الدورة فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع، يعتبر القطعة الماسكة لهذه الأرض حسب توجيهات المراجع من السيد قائد شرطة محافظة بغداد الكرخ المحترم، كذلك قيادة عمليات بنسب سيطرات مفاجئة مشتركة من جميع مفاصل وزارة الداخلية. طيب. كما تلاحظ هسه حضرتك، هذه السيطرة موجودة ضمن قاطع المسؤولية، مهمتها الأساسية هي خدمة المواطن، توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين ضمن قاطع المسؤولية. هذه من ضمن الخطة الموضعة ضمن شهر رمضان، هاي على مدار 24 ساعة. نعم. خاصة في وقت بعد الإفطار إلى بعد وقت السحور. تمام بالضبط. طيب. هذه المهمة هي مهمتها أولا توفير الأمن والأمان مثل ما قلنا، انسيابية المرور عندك علم يعني، وبعد الإفطار دائما الشعب العراقي يحبون يتوضعون يتجولون ضمن الأسواق، فهذه مهمتنا وهو واجبنا الأهم والمهم والأساسي هو توفير الأمن والأمان للمواطن العراقي. حياك الله. خلينا نتجول شوية. حياك الله استاذ. تفضل. نتعرف أكثر عن الشباب الموجودة، عن الأخوة. أنا أخواتنا من ضباط والمنتسبين فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع مثل ما تلاحظهم شلون منتشرين والأبطال موجودين دائما مو بس بقاطع الدورة، يعني بكل قواطع المسؤولية. هو هذا واجبنا وإحنا اللي ممنوعين. والنعم والنعم والنعم. سيادة المقدم قواك الله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا. مشمول الطاعات. الله يحفظك. شلونكم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك. شلون أجواء رمضان؟ والله نعمة وخير وبركة إن شاء الله. نعمة. بس شهر مبارك إن شاء الله. لا إن شاء الله ماكو تعب. ماكو إن شاء الله ماكو تعب. الله يحفظك. الله يخليك. شلون اليوم نشوف المواطن متعاون مع رجل الأمن؟ طبعا شيء هذا شيء واقعي يعني، لأن دا يشوف إنه دوريات ومنتسبين وانتشار جيد، فلازم يتعاون المواطن ويا الدوريات اللي متواجدة ضمن القاطع. بعض المواطنين يقول لك الدوريات العفو
القطاعات المشتركة نعم. ربما سبب لنا ازدحامات أو إرباك، شو راح نحل هاي المشكلة مثلا؟ موضوع الازدحامات بالعكس، احنا انسيابية دا شوفته نعم. حضرتك جيت وتجولت، الانسيابية طبيعية ما طيب. نوقف احنا إلا ما نوقف اللي نشتبه بيها، العجلة اللي تشتبه بيها اللي نشك بيها نعم. اللي بدون لوحات بدون أرقام، مع اشتراك عندك علم النجدة المحلية والمرور، كل من ضمن اختصاصه وواجباته. طيب. شوف الشباب نحكي وياهم سيادة العقيد. يلا. نعم. قاطع المسؤولية وكذلك جهاز واحد اللي هو النجدة الفوج التكتيكي، هاي نسميها مشتركة، جميع الأصناف موجودة هنا حتى توفر. توفر الانسيابية. حياك الله. جواك الله يا بطل. شلونك؟ الله يسلمك. الله يخليك. انت الفوج التكتيكي. نعم. رمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. رحم الله والديك. قبل الطاعات. منا ومنكم ان شاء الله. شلون الاجواء؟ حياك الله استاذ. رمضان شلون اجواء رمضان؟ خير الحمد لله. زين ان شاء الله. خير الحمد لله الله يسلمك. سحوركم فطوركم شلونك؟ خير من الله. ما مقصرين وياكم. لا بالعكس، اليوم كرم السيد معالي الوزير الداخلية. حلو. و شنو كان التكريم؟ يعني مكافأة مادية ولا مادية؟ طبعا مليونين. الله. الله يسلمك. هاي بعدين بجيبي. ليش الطاق؟ بالمطار واقفين الناس بين سيطرة. والنعم. وجتنا التكريم كودن واقفين بالمطار. يعني كان عندكم تكريم لكل المنتسبين؟ لا بس بالسيطرة الواقفين. كان عندهم واجب. اي. بارك الله. ونشكر معالي الوزير الداخلية. اي. وايضا ما ننسى قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم. عقيد مصعب جايينا بالسرة جايين ونشكر الدعم المعنوي من أمر فوج المقدم مصعب مقدم ولو عقيد لا مقدم مصعب زين الله يحفظكم الله يحفظكم يوم راح نسحر سوا إن شاء الله هنا لا واجبة هذا هنا يلا حياك الله يا بطل خلينا نسولف بصراحه شلون وياكم الابطال هم اخواتنا بعد والنعم والله والنعم منهم شلون تعاونكم وياهم تعاوننا هو احنا واحد حلو احنا وياهم واحد هذا حزام الامان حلو انا اشوفه اي نعم طبعا مد الغرام ولو لا لا احنا متزمين اعتزم المايك سلام عليكم الله يعزك شلونك الله يسلمك شخبارك والله الحمد لله اسمك حسين حياك الله ويا رجل الامن انتم شلونكم والله يعني ما مقصرين بشيء هم غير الحمايتنا اكيد الله واحنا من نتعاون وياهم على مود هذا التعاون لا يصير اختلاف يقول اليوم لازم طبعا واحد ديد وحده ما تصفق طبعا الله يحفظكم الله يخليك حزام الامان طبعا اكيد آه. والله سلامتي وسلامه يعني حتى الاخرين حلو اي والله احنا نريد هاي المعلومه توصل لكل مواطن طبعا وهذا تطور اكيد احنا اول شيء حلو ايه هاي طبعا هي ثقافه ترى والله هي ثقافه خاصه لكل مواطن صح واليوم نحتاج انتم الشباب اكيد ان شاء الله طبعا احنا نطور البلد ان شاء الله ونخدمه الله يخليك وين طلاب الله يسلمك اي انا طالب والله يعني كمل السادس وجامعه هاي جامعه ان شاء الله وانت علاوي انا لا حلاق ها حلاق شكرا ابو حسين ابو علي ليك حبيبي حلاق اي نعم الله يوفقك الله يسلمك انت عندك لود راح يصير بالعيد اي صحيح يا سيادة العقيد القطاعات العسكرية اكيد عندهم اوقات معينة بالواجبات نعم طبعا اكيد ما يخص الواجبات هي تكون تقسيم على اوقات طيب. مالتهم انه لازم منتسب ياخذ قسط من الراحة حتى من يجي للواجب بعد ذلك يجي يكون هو مرتاح ايضا ساعة واجبة يكون ثلاث ساعات يستراح ما شاء الله بعض الاحيان لا عندنا يعني تواجد ايضا قوي 6 ساعات استراحة بثلاث ساعات واجبات هو متحمل الحر والبرد والمطر في سبيل خدمة واجبنا المواطن. هذا واجبنا وواجب المنتسبين جميعا انه نكون احنا نتحمل هذا الشيء لاجل خدمة المواطن والنعم جواكم الله شلون البطل تعال هنا حياك الله اهلا وسهلا بك حياكم الله شخبارك اهلا وسهلا بكم مفوض عادل عبد الفدان حياك الله اهلا وسهلا بك وين اهلك انا اهلي بالناصرية محافظة ذيقار الله حياك الله نشرف بكم والنعم شلون الناصرية؟ والله بخير ونعمة الحمد لله وشكرا. كم يوم منازل؟ أنا دوام أسبوع بأسبوع. يعني صار لي 3 أيام بالدوام. 3 أيام؟ 3 أيام. أسبوع تنزل وأسبوع تنزل. تمام صحيح. مرتاح هنا؟ الحمد لله وشكرا. صراحة. والله مرتاح ونعمة من الله. والنعم. فضل من الله. شلون المواطن اليوم وياك؟ والله بخير ونعمة نتعامل وياهم زين وماشية الأمور. سيابية زينة. والله والنعم. والنعم منك رحمة الله. الله يحفظك. حياك الله. قوة. والله
شلونك؟ شو اخبارك؟ بخير رمضان كريم. اللهم رمضان عليك. صحة وعافية. الجميع ان شاء الله الله يوفقك. شو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. مو باردة؟ لا خير من الله. والله العظيم. ثيابية حلوة وتعامل اخوي والامراء وخير من الله. اللهم يحفظك. بغداد الزعفراني ان شاء الله. بغداد الزعفران حياك الله. اللهم يحفظك ويسترك. اليوم راح نتسحر سوا. هلا بيك. الله يحفظك. حياك. هلا بيك. شكرا جزيلا. خلينا نروح سيادة العقيد نشوف المواطنين. هاي الاجراءات دائما تكون يعني تفتيش السيارة العجله. نعم بالتاكيد هذا ما يخص العجله اللي مشتبه بها او مخالفه يكون اجراءها للتفتيش، تتوجه الشباب الابطال المنتسبين يقومون بتفتيشها يلاحظون اي مخالفه شيء مخالف اجراءات اصوليه. ماكو شيء نشكر من المواطن وياخذ طريق السلامه. طيب خلينا نشوف الشباب اذا قدروا يجونا. السلام عليكم. قواك الله. تعال هنا رمضان كريم. شو اخبارك؟ الله يخليك. على الكاميرا شلونك؟ نعم الحمد شنو لله. شنو الاخبار؟ الله يخليك. نعم. شنو عملك انت؟ انا سايق تاكسي. سايق اجره؟ اي. وين اهلك؟ بالدوره بوتشي. بالدوره. شلون اليوم المنتسب وياك؟ نعم. احكي لي بصراحه. لا نعمه. الحمد لله والله ما مقصرين وباجبهم وناس طيبين. لازم تتعاملون وياهم. ان شاء الله اكيد. بارك الله. الله يخليك. الله يسلمك. كل اوراقك كامله؟ كل اوراقك كامله. نعم نعم نعم. لا لا ابد ابد. يلا. حبيبي. بالسلامه. الله يحفظك. سيارة العقيد هنا مشتركة النجدة والمرور. بالضبط النجدة والفوج التكتيكي واحنا القوى الماسكة الأرض. أيوة. فوج طائرة بغداد. خلينا نشوف الشباب الأبطال. قواك الله. قوا حيلك. رمضان كريم. علينا وعليك وعلى أمة محمد من أمكم صالح الأعمال. اسم حضرتك؟ مفوض حسين كاظم جبر قاطع نجدة الدورة. يحفظك الله. يحفظك ويبارك. شلون عملكم برمضان؟ والله الحمد لله والشكر. احنا واجبنا خدمي إنساني. شنو اللي لسه حاليا؟ حاليا عندنا هاي السيارة مق فيها جانا ندققها فتشنا الولد بس عندنا هذا العقد ما يمشي عندنا احنا. شنو هو العقد؟ هذا عقد يثبت حقه الشخصي بينه وبين البايع له. اي نعم. ليش ما بس ما بي عقد مروري، هذا عقد مال المكتب مال المعارض. زين بهالحاله ايش راح يصير للسياره؟ هاي بهالحاله يجينا صاحب السياره يثبت وجوده او نسلمها للمرور. سيدي هذا العقد ساقط اصلا، هو هذا العقد شهر يعني منتهي وكدوله رسميا ما يمشي هو هذا. زين طيب يتصلون على صاحب العجله يجي الراعي الشرعي اذا اجى موجود يجي اذا ما كنت سلمها للمرور الجهاز الثاني. طيب بارك الله بك. زين السنويه هي مضبوطه وال السنويه وهويه السائق مالتها حاليا مضبوطه السنويه ما بها اشكال، اشكالنا نوع المكاتبه. طيب هاي دائما تصير عندكم الحالات؟ هي هاي اكثر شيء هاي الحالات جاي يصير عندنا احنا. زين. انه ما يسوون وكاله مروريه. ليش شنو السبب؟ انه الوكاله المروريه ب 25000 هاي ب 5000 يعني هاي تفرط عنده. هو لازم ما دام انه تعاقد واشترى سياره المفروض يمشي باجراءاته الاصوليه. طيب. انه لازم تندار السياره ملكيته من هذا الشخص السابق له. بس هذا التماهل هذا يسبب له مخالفه قانونيه. قواك الله. يوم حلك عيونك. شلون اخبارك؟ انت وين اهلك؟ اسكندريه. اسكندريه. شنو انت تعمل بالسياره؟ انا ما اعمل بالسياره، اشتريناها السياره ما صار 17 لا اخذناها. زين مو منتهي. لا استاذ بعد ما منتهي 17 بعد تنتهي هذا يمشي شهر هذا يمشي به. احنا على مود المبلغ مسوي نوصل امانه عليه عمون يطيل المبلغ وخلال هالشهر نحول ان شاء الله. خو خلي استماره هو هسه انا طالب فلوس هسه راح اجيب نعمل نحول السياره. الله يحفظك. هاي بالدار خو خل نسوي استماره مال المرور هم رسميه ابو المعرض ما يقبل. سهله وجدا سريعه يعني ما تتاخر نفس اليوم نفس اليوم هذا تمام. لا سلم المبلغ يلا حتى لو هي لسلامتك وسلامه صاحبك. وافقك وافقك صحيح بس احنا ندري في شهر نمشي بعد هذا القانون. انا ما اقدر بعد يومهم هم الله يحفظك. بعد هو شوفوا انتم القانون هو يوم اسكندريه تظن بي موجود ما عنده اشكال ولد بس هو عليه مبلغ راح نجيبه هسه احنا بتاينا رياض عايد. اي اللي رياض عايد يجي بس اسكندريه احنا خطار من هذا احنا اجراء اصولي انه اسلمك هاي تسهيل تومر 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 الله يدلل واي شيء تحتاج هم بعد هم الابطال ما يقصرون ما يقصرون. لاحظ العجله موقفها سليم من عدم دقيتها حاسبه هذا اهم شيء هذا اهم شيء اهم اتصل بالمرور وشوف شنو الاجراءات بعد يوم ان شاء الله دقيناها بالحاسبه مالتنا اجراءها اصول ما بها اي شيء. بارك الله فيك. الله يحفظك. بس احنا تسينا له انت وياه؟ نعم. شلون خلينا يتصل السياره انت منو؟ انا حياك الله الاستاذ. شو اخبارك؟ الله يخليك. اسمك هنا غير؟ انا ابو المكاتب حسين سمير جاسم. ليش ما مسوي مال المرور؟ بس خلي خدمك ابو سراسك. اول سياره الي اجنيها انا ما شاء الله. هاي وحده ان شاء الله منها صار لي 10 ايام خذتها 7 ايام تصليح واليوم جيت ازور ومطلوب فلوس.
رقمه موجود بالمكتب اتصل عليه اتصله اي نعم موجود بالمكتب المن مشتري هذا سبعة ايام بعد على قد حاله وكل من على قد خطاه 2011 والحمد لله وصاحب عيار رزق عليه يسلمك الله يسلمك اتصل عليه حتى سلامتكم هي بعد ستة وثلاثون عام من العطاء والإنجاز والابتكار قدمت خلالها 34 دورة مليئة بخبرات علمية متطورة من خلال كوادر متقدمة نقلت خبرات صنعت الحاضر جامعة التراث المؤسسة الأهلية الرائدة في مستوى الجامعات العالمية سيادة العقيد خلينا نتحدث حاليا وين نقف احنا حاليا ضمن جامعة الفارابي الشارع دورة الرئيسي اللي هو قريب سوق العاثورين كذلك ما يخصها سيطرة اخرى مشتركة ايضا متواجدين ضمن قاطع سرية ضمن فوجنا سرية الاولى هي ضمن قاطعهم حاليا متواجدين الشباب الابطال من فوج طارة بغداد الكرخ الرابع كذلك جهاز واحد النجدة الفوج التكتيكي مهمتهم ما تختلف عن مهمة السيطرة اللي قبلها نعم هي انسيابية الحركة نعم. حل المشكلات الموجودة نعم حالات المخالفة يتم تفتيشها بعد التأكد إذا وجود مخالفة يتم استحابها المركز الشرطة إجراءات طيب الصورية. ممكن نشوف الشباب المنتسبين سيادة الرائد تتفضل إن هنا السلام عليكم سيادة الرائد قبل الطاعات الله يسلمك رمضان كريم صحة وعافية الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك انت امر سرية هنا لو نعم مسؤول نعم نعم امر سرية نعم سرية نعم شلون عملكم والله الحمد لله العمل ماشي انسيابية جيدة نعم القاطع مبني بصورة جيدة ان شاء الله الحمد لله ماكو اي مشاكل واحنا ماشيين حسب الجاسية قاشط وغداد الكرخ السيطرات المفاجئة السيطرات المشتركة كافة القطاعات القيادة مشتركة بالواجب والحمد لله والشكر ماكو اي خروقات الحمد لله عندكم يعني اكثر من دورية واقفة أكثر من مفرزة وأكثر من دورية وكذلك السيطرات هاي السيطرات مفاجئة تبدأ عندما يعني حسب توقيتات الخطة الأمنية تجينا من المراجع ومستمرين بالواجب الحمد طيب لله. خلي نشوف الشباب نقدر نأخذ أصحاب العجلات نسولف وياهم شو وقت راح تلبس الحزام جاي على قد صحه وعافيه قبل الطاعه شلونكم يا رمضان والله بخير اجواء رمضان شلونها حلوه زينه اي حلوه اجواء رمضان حلوه وياكم حلوه وين اهلك جاتنا بالمهديه الثانيه شلون تعاملكم اليوم يا رجل الامن والله حلو كلش حلو ما عندكم مشاكل لا حتى حزام وانا هسه بلبست الحزام لما موتني يلا صحه وعافيه السلام الله يحفظكم سياده العقيد الحالات الطارئه مثلا اذا اكو مشاجره نعم. اكو مشكله شلون راح يتم حلها عد سريع اجراء جدا سريع يتوجه امر السريه اذا كانت ضمن السيطره المفاجئه فهذا قبل قريب بس نعم. اذا كانت ينتقل امر السريه برفق قوه يتم السيطره على الموضوع التوجه بهم الى مركز شرطه اتخاذ اجراءات القانونيه مشاجره كل ماده 413 نعم يقوم ضابط التحقيق باجراء اللازم احنا قوه ماسكه نحافظ على الامن والامان ضمن قاطع المسؤوليه طيب مهمتنا نوصل الحالة إلى مركز الشرطة حتى ما يقبل الإجراء اللازم. خلينا نشوف الشباب المنتسبين. نقدر ننتقل شبابنا. مرن نأخرهم. قواكم الله. شلونك يا بطل؟ قبل الطاعات. رمضان كريم. أشكرك. اسم حضرتك. مصطفى. حياك الله. دير بالك. شلونك مصطفى؟ الله يخليك. إن شاء الله بخير. بدون عمرك. شلون أجواء رمضان؟ نعم بخير. مرتاحين. مرتاحين. وين أهلك؟ أنا بغداد الشعب. ما شاء الله. الله يحفظك. بدون عمرك استاذ. فطرت اليوم. والله خير من الله والله نعم فضيله راح نسحر سوى لعد اشكرك استاذ الله يحفظك نعم. شلون اليوم التواصل مع المواطن والله نعم سيد سيد العقيد سيد العقيد المحترم تواجده ويانا سيد الامر المحترم الله يحفظك انت انتو تكتيكي فرقه تكتيكي نعم فرقه تكتيكي يعني انتو طوارئ نعم تكتيكي استاذ. الله يحفظك بدل عمرك بارك استاذ. الله فيك اشكرك الله يخليك عين استاذ حياك الله مشاهدينا الكرام مثل ما شاهدتوا يعني اكو هناك تعاون وتناغم بين رجل الامن والمنتسب و القوة الماسكة في القطاعات العسكرية الموجودة نعم ارتياع كثير من المواطن واجبنا الأول والأخير هو توفير الأمن والأمان لهم وإن شاء الله نبقى إحنا جنود أوفياء لهذا البلد
حياك الله. وراح نكون سيوف بتارة بوجه كل من يفكر أو يحاول العبث بأمن وأمان المواطنين ضمن محافظة بغداد والعراق كافة. ساعة بالثنتين خلينا نروح للسحر بعد. يلا. حياكم الله. مشان الكلام ننتقل إلى السعر خليكم يانا. مشاهدينا الكرام بعد الجولة اللي جولنا بها مع الأبطال من قيادة شرطة بغداد الكرخ وبالتحديد فوج الطوارئ الرابع، سيادة العقيد حاليا وصلنا إلى وجبة السحور، أكيد أكو شيء يكون حلو مع الأبطال مع المنتسبين في وجبة السحور ووجبة الفطور الجماعي. هذا اكيد محتاج دائما عندكم في كل شهر. نعم هذا في كل شهر رمضان حسب توجيهات المراجع والساده القاده اللي موجودين ضمن وزاره الداخليه يكون دائما هناك فطور جماعي سحور جماعي زياده الالفه بين جميع افراد المنتسبين الضباط كذلك، فيكون هناك فطور جماعي وسحور جماعي. طيب بارك الله بك، ادعوا الشباب للسحور. بسم الله تفضلوا شباب. يلا شباب بارك الله بكم. قواك الله يا بطل. شلونك؟ رمضان كريم. شخبارك؟ بخير. اسم حضرتك؟ فوض احمد جاسم. حياك الله. شلونك؟ بخير. شو الاخبار؟ بخير. ان شاء الله بخير. ان شاء الله بخير. شلون شهر رمضان وياكم؟ خير والله. والله خير وبركة. زينين؟ خير وبركة. الله يحفظكم. والله يلا تهنوا مرخصك سيادة العقيد. قواكم الله. والله حيلك. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله تقبل اعمالك. اسم حضرتك؟ المفوض. بعد يا الله. شلونك؟ الله يسلمك الحمد لله. الله يسلمك. والله بخير الحمد لله. شو شهر رمضان؟ والله الحمد لله اجواء زينه وايمانيه ان شاء الله والكل صايمه والحمد لله والشكر. هذا الفطور والسحور كله سوى الحمد لله والشكر. بارك الله فيك. دائما السيد الامر وساده المراجع يوجهون وجبات فطور جماعيه. بارك الله فيكم. انا مود همي يصير شويه. الله يحفظكم. قواك الله. والله خير. شلون اخوي؟ بخير ان شاء الله. شخبارك؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ سلوان. حياك الله. تحيه الدوب. شنو الاخبار؟ والله بخير. وين اهلك؟ بغريم. والله والنعم. صرت العام منك. تهنى. سحروا. يلا حياكم الله. قوة شباب قبل الطاعات سلام عليكم. لا شلون خالي؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ الله يسلمك. شنو الاخبار؟ الحمد لله. شلونكم يا اجواء رمضان؟ لا بخير ونعمه. حلوة. الحمد لله رمضان بعد رمضان. الله يحفظكم. الحمد لله والشكر. وين اهلك؟ بابا غريب. بابا غريب حياك الله. حيا الله نباك. حياك. مقصرين بحق. لا ماكو قصور. لا 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 نعمه هاي الحمد لله والله والشكر العظيم. لا والله ماكو كل قصور. الله بارك الله فيكم. قواك الله. شلونك؟ الله يحفظك. شخبارك؟ خير الحمد لله. ان شاء الله بخير. خير الحمد لله. اسم حضرتك؟ منير. حياك الله. حيا ودوم. شلونك استاذ منير؟ خير الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله. صار لك كم يوم بالدوام؟ الواجب الاول. ها الواجب الاول يعني. اول يوم. اول يوم. صار لك سبع ايام نازل. اي سبع. واليوم اول يوم. الحمد لله. راح تبقى سبع ايام ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. يلا تهنوا. صحة وعافية. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. سيادة العقيد سوينا زحمة عليكم. الله يحفظك. حياك الله. اجو الابطال. الله يسلمك. حياك حياك سياده الرائد. قواك الله. رمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. صار لنا ساعه ننتظرك. كملت وجهي واجب كان. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله شلونكم يا جماعه؟ شهر رمضان الفضيل. خير وبركه ان شاء الله. بخير. خير وبركه. الله يحفظك. مرتاحين الحمد لله. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يحفظك. يلا تهنى ان شاء الله. تهنى. يلا تصبحون على خير. حياكم الله. اهلا وسهلا. تصبحون على خير. حياكم الله. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام برنامج سحور العراقيه. انتظرونا في حلقه اخرى وسحور اخر. تصبحون على خير. ستة وثلاثون عاما من العطاء والإنجاز والابتكار، قدمت خلالها 34 دورة مليئة بخبرات علمية متطورة من خلال كوادر متقدمة نقلت خبرات صنعت الحاضر. جامعة التراث المؤسسة الأهلية الرائدة في مستوى الجامعات العالمية.